دعونا ننسى أخطاء الماضي ونعمل أخطاء جديدة. كله ينبسط، كله يلعلع يا عزة. ويمسيو هارون. إيه يا عزة، الناس ما بيختاروش ليه؟ مش تشوفي شغلك؟ حالا. يلا. أوه إكسترا. ده بقى فرز أول. دول بقى فوق النمبر 1 بنمبرين تلاتة. واضح. زكريا. ايه مدلع نفسك حبيبي ولا بعتلك اللي يدلعوك؟ تعيش يا اخويا. عيش، انطلق. ده انت الغالي اخو الغالي. يا عزة. ويمسيو هارون. انت فين يا عزة؟ شو مالك يا مسيو هارون؟ انا دايما هنا في القليب ديالك. صدق عندك حق. قولي له بقى ان اسم عزة مهمة قوي بالنسبة لي. ده حب عمر المنقرض، عروسة البحور، واي واحدة تمس قلبي تبقى عزة. بص كده يا عزة. شفت كلهم شغالين وكل واحدة ليها معزة. مسيو هارون صاحبك بيستناك جوه. طب معلش هستأذنك عشان في فيلم مهم قوي لازم احضره من اوله. انا باقي على اللي باقي، على الله بكره الاقي. يا عزة. ايه البنات جم؟ التوت البنات جم كي حمقوا. تفضل معي. انت جاي معايا ولا ايه؟ طلع طرع ضهري. تيجي طرع ضهري ولا كفايه الطرقعه اللي انت خدتها؟ مساء الخير. شفت بقى؟ شفت؟ خدت ايه؟ ولا اي حاجة. خدت الألماظ. في تاني؟ ألف رحمة ونور عليك. ألف رحمة ونور عليك أخويا. ده سلمني على المكسيك. الله يرحمك اخويا، انت اوسخ واحد فينا. الله يرحمك يا صاحبي. الف رحمه ونور عليك اخويا. ايه الازازه دي بتاعت مين؟ بتاعت الراجل اللي قاعد على البار. لما الراجل شكله سكر اهو وراح. خمر دي وهات له من اللي تحت الحوض. اللي تحت الحوض خلص. هات له من الصنبور. لو خلص صنبر له انت في ازازه. يلا. ابو يوسف حبيبي. اتفرجوا دلوقتي على دوري الابطال. كان ده مش بتاعك ولا ايه؟ لا ده جمعية. اول حب كان في بيانكا، كان اسمها عزة. كانت شقرة كده على حمرة شبه الخواجات. شفتها وهي طالعة من المية. تفهمش بقى دي عروسة البحر ولا درفيل صغير. سحبتها قوي. اي لاف يو عزة. يا رامي فكرتني بشغلنا مع الخواجات. فاكر يا مر؟ كان يطلع لنا منها مصالح ياما. بس طالعة من اللي احنا فيهم دلوقتي فلوسها بسنة شغل. ولا ايه؟ ولا انا فاضل لي طلعه كمان بعد دي واكمل تمن المركب. باسبور اسود وهج. لا ما فيش طلعه تاني بعد دي. احيك يعني ايه يا مر؟ احنا كف الرحمن قريب مننا. المره اللي فاتت البحر بلع مننا المكسيك، مش هنتنيها تاني. لو عدت المره دي مفيش شمال. خلاص نبطلوا شمال ونسرقوا يمين. لا يابا مع نفسيكم، انتوا مفيش حد فيكم على ظهره شيله. لكن انا عندي زكريا، لو حصل لي حاجه هيتسوح فيها. العروسه ايه؟ عزة. عزة. ايه ده؟ مفيش ولا عزة؟ يا عزة. ويمسيو هارون. ايه الحراسة اللي بره فين؟ مكسوفين من الشمس. روحي ابعتي لي زكريا. زكريا ما جاش من امبارح في الليل. ايه ده؟ زكريا ما جاش من امبارح في الليل؟ زكريا بقى بره؟ قشطة الواد بقى صايع. وانت عارف زكريا في سن الشباب يا مسيو هارون. بقول لك ايه؟ هو زكريا ما حاولش يتحبرش بيكي؟ يتحبرش؟ ما فهمش. يعني ما حاولش يحاول معاكي؟ زكريا تبارك الله عليه قمة في الأخلاق والأدب. قمة في الأخلاق والأدب؟ وأنت قمة في قلة الأدب والسفالة إنك تفسريها في وشي كده وتصدميني. خسارة البيت فيك يا زكريا. امشي أنت يا عزة، امشي. وابعتيلي عزة. وخا. دي راكنة دي.
حبيبي يا مر. ايه ده؟ ما كفاكش اللي حصل؟ كمان عايز تموتني يا عربي؟ موت ايه يا صاحبي؟ انا برضه موتك يا عمر. مفيش غيرك يعملها. ويا ريتها جت فيا. دي جت في الست الغلبانه اللي مالهاش ذنب. لا كله لا قتل يا صاحبي. كله لا دم. انت فاهم ايه بس فهمني. افهمك ايه ما خلاص. على الحرام ما انا. طب كنت عملتها لما انت كنت عندي ولا كان حد حس بيك؟ ما انت برضه عملتها زمان ومحدش حس بيك. زمان انا ما نوتهاش يا صاحبي. هي اللي خبطت في ايدي. وانا قاعد في العربيه لمحت السراجه بتاعت الدواسه مفتوحه. واخوك غزال شبك قديم قبر عن جد. عينيا كر الخيط تجيب اوله من اخره. قلت يمكن مخبيين المصلحه جوه. بمد ايدي لقيت الهنا كله. اتهنى ولا استنى؟ لا اتهنى واحنا في داهيه. ده انت الستين عريانين يا عرابي. ما انا قلت انت هتطلع منها زي كل مره. وما طلعتش انا شلت لك نصيبك على جنب وقومت لك محامي كبير ومصيط. ما حصلش. لا حصل وانت اللي رفضت المحامي. بطل راغي بقى وطمني. عمر عمل ايه مع المحامي اللي بعته له معاك؟ عمر هذا المحامي رفض يتصدر. ايوه ليه كده؟ رشيد ما جاليش ولا جلسه. كان مستخبي من خواجه ورجالته. وفلوس الكانتين اللي انا ربطتها لك من اول يوم. رشيد اللي كان بيدفعها. رشيد مين ابو رشيد؟ ده رشيد ابو المصلحه وامه الجني. انت كداب يا عرابي. لو اللي بتهر فيه ده حصل ما بلغتنيش ليه؟ ابلغك ازاي بقى بعد ما طمعت يا مر؟ مش عارف اقولها لك ازاي يا عرابي بس صاحبك بعت مرسال من جوه وعايز نص الحاجه يا اما عايز اعلك. هو مش كان ناوي يتوب ولا الحرام راجع احلاوه في عينيه تاني؟ دماغه كده. ايه هيقر عليا؟ وما حدش غيرك انت هو يعرف المطرح ده. لو كان هيعملها كان عملها معاه المر نبو ازرق وحجز الميري واكل دماغه وشكله كده هيغيبها عليك ويشيعها. عشان كده يا عربي بقول ما تديني حقي ونجدته. حقك في الحفظ والصون ده انا مجهزهولك. خد يا صاحبي دول حقك. ايه دول يا عرابي؟ انت ناوي تاكلها لوحدك ولا ايه؟ والله عرابي انا قلت نقسمه انا وانت. ونقسم معاك انت ليه؟ انا رجلي راحت وهو عمره بيروح. وانا نروح فين؟ روح في داهيه يا اخي. بس اوعى تتوه. ولقيتك بعدها بعت لي حمله ولولا ربنا نجاني منها كنت رحت فيها. عرفت بقى ان قلبك اتملى سواد من ناحيتي. ما لقيتش قدامي غير اخوك زكريا. قلت اخده وافهمه ان انت مصين عليه. يلا يا زكريا يلا يا اخويا مفيش وقت. هدي يلا. من ناحيه احمي نفسي بيه ومن ناحيه احميه. ولما تطلع انت بقى وتجيلي يبقى الدراع لصدك بيه. انا لو عايز اضرك كنت قريت عليك وجبتك لحد عندي واخدت حقي بدراعي. يبقى رشيد ابن الحرام اللي لعبها بينا. صدقني يا مر. طب خد اللي انت عايزه واخوك انا مش هحوشه عنك. اخويا بعد ما ضيعته مني واحد تربيت عمر المر وعرابي عايزه يطلع ايه؟ مو صلاح؟ يابا سلملي على المكسيك. لا 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 مر كله اللي قدام مر. انت قطعت بينا اي سكه يا عرابي. طلع التليفون. زكريا المر معايا. يا تجيني بالحاجه اللي معاك يا اما هخلي عمر يجيب راسك عشان اخوه. الحقني يا عراب الحقني يا اخويا. ما تخافش يا زكريا اخوك جاي لك. حلو قوي. يبقى انتوا الاثنين تجولي عند جبل المه كمان ساعه. صدقت وامنت بقى. بس انا مش عارف ايه اللي حصل لنا ده. هي لعنه كازابلانكا صابتنا ولا ايه؟ ورب العرش نجانا وادينا واقفين على رجلينا اهو. بقيناش عارفين نحلف برحمه مين؟ رشيد ولا المكسيكي؟ المكسيكي الله يرحمه. مكسيكي. ما رشيد برضه مات. بقول لك المكسيكي. يا عم الله يرحم الجوز. طب ازاي؟ البحر بعت لكم دليفري. شوف انا كان قلبي حاسس يقولوا مات اقول لهم حي، يقولوا راح اقول لهم جاي. حياة امك ورحمه المكسيكي. ستة اتاخرت قوي يا ماكس. اتأخرت ولا انتوا اللي خلعتوا بدري يا شيء الشقيق؟ احنا قلبنا عليك البحر 3 ايام صبح وليل.
وفي اليوم الرابع صلينا عليك صلاة الغيب ورجعنا. هو فين نصيبي؟ لا ما احنا طلعناهم رحمة ونور على روحك. انا من ساعة ما مت وانتوا اتغيرتوا خالص. بس الاحسن صح؟ بس هارون الله عز اللزة، انتوا كنتوا ناويين تطيروا ولا ايه؟ لا دي واحدة بتنظف الغرفة. واجب برضو الكلام عليه يا ميكس. هنلعبوا السنيورة. ياه ذكريات. الحاجة اللي معاكوا تخص ناس تقيلة وعافية. الخواجة اللي كان راكب مسرح عنهم الله يرحمه، راح الخواجة ركبوني مسرح مكانه. شوف ازاي. والمطلوب الصحبة دي ناقصها كارتين عشان اركب مسرح على نضيف، ياخدهم ياخد واجبي واروح. يبقى تروح. عسل كده. هجمين البحر هيبتدوا العركة. شكلك كده نسيت الأصول يا صاحبي، رجعت عشان تاخد حاجة ما تخصكش. نسيت؟ ده أنا جاي أفكرك بيها. الشغل ما فيهوش صعوبة يا صاحبي. أمال فيه إيه؟ تعمل خواجة وتغفلنا؟ الحق مستحق أمور. التغفيرة صاحبك هو اللي لعبها من الأول. يا عم لعبتها زمان وخلصت، انسى بقى. سمعت؟ اسحب بقى عشان ما ترحمش عليك تاني. تمام هنسحب. انا بنقول نوقفوا لعب لحد كده بدل ما نبطلوكوا تلعبوا خالص. انا بقول كده برضه. الاعتزال المبكر بطوله ولا ايه؟ والله دي له حاجه. كله وعزة كلها. مسيو هارون. مسيو هارون ايه بقى؟ مسيو مكسيكي. تشاو اميكوس. تشاو. يلا عزة. يا ابن الحرام خد كل حاجة وغفل. لا مش كلها، فاضل دي اخر حباية. طب دي الوقت فك تجيب قد ايه رجالة وسلاح؟ حوالي. حلوين. ايه يا مر ناوي على ايه تاني؟